أيها السادة لدى شبكة تليفزيون النهار عن بس آخر الأخبار خلال شهر رمضان. مفيش خصام، مفيش فراق، ولو تقدر خليك سباق وصالح حد متخاصم، ويا سيدي خليها عليك مظلوم أفضل من الظالم. هنستناك تكلمنا بصوت أعلى على برنامج وبكرة أحلى. وبكرة أحلى مع لمياء فهمي عبد الحميد، رمضان 2017 ولسه.